صباح الخير وأهلا بكم إلى حوار لبنان اليوم. آخر التطورات على الساحة اللبنانية والمواقف الجدلية ربما التي طرأت خلال هذا الأسبوع نبحثها مع الناشط والباحث السياسي بسام الهاشم. أهلا وسهلا فيك معنا بتلفزيون لبنان. شكرا. كنت خبرتني عن مجموعة وجوه مسيحيين مستقلون من أجل لبنان وأنها يعني تعمل على إطار احتضان المقاومة والنضال في سبيل إعادة بناء الدولة على أسس إصلاحية، يعني مستقلون واحتضان مقاومة وبناء دولة والإصلاحات، يعني كل هذه العناوين من السقف عالي ربما. أولا وين الإشكال؟ يعني أنه نحن مستقلون باعتبار أنه بتعرفي أساسا هاي المجموعة اللي ذكرتيها مستقلون من أجل لبنان، هذه مجموعة من الوجوه المسيحية يعني اللي كل واحد منهم عنده تاريخ وانتبهي يعني ومنا موقعين على حالنا انه والله نحن مسيحيين هيكي مكرتنين، لا، ما كل واحد منا عنده نضاله العابر للطوائف واللي بعده اليوم يعني، بس بنفس الوقت كان في حاجة لتظهير موقف بالبيئة المسيحية انه مثل كأنه طالعة السمعة انه مثل كأنه قضية الصراع مع إسرائيل إنه هذه قصة من اختصاص الشيعة أو حزب الله أو إلى آخره، وكأنه المسيحيين ما خصوا. لا يا ستي، نحن نعتبر إنه المسيحيين قضية الصراع مع إسرائيل هذه قضية لنا شيعية ولنا إيرانية، هذه قضية وطنية بامتياز لبنانية طبعا إلى ارتدادات قومية يعني بتعني المنطقة العربية ككل، وإذا بدك العربية الإسلامية حتى نضم إيران وتركيا وغيرها بتعنيين كلهم هوا، ولكن نحن بصلب هيدي المعادلة، مش لأنه والله نحن حابين هو يتحارب، لا، نحن مفروض علينا هذا الكيان المصطنع اللي خلق وزرع بالمنطقة على جنوب لبنان بفلسطين بسنة 48، هذا هو بحد ذاته تهديد وجودي للبنان. يعني هي تعني كل مواطن لبنان وليس طبعاً فقط طبعاً أهالي الجنوب. طبعا فنحن بنعتبر أنه جينا تجمعنا تنظاهر هذا الجزء من الخطاب حتى ينعرف أنه لا، هاي العملية صحيح في قوى عند المسيحيين أنه أخذ المواقف اللي حكينا عنها، في عندك القوات، عندك الكتائب، عندك تيار جبران باسيل بالطريقة اللي صاير عم بيعيد النظر بمواقفه وقربه من حزب الله السابق. نحن كمسيحيين غير معنيين بهاي الخطوط الثلاثة، نحن منعبر عن قناعات بنعتبر انه يعني نتقاسمها مع كثير من المسيحيين بلبنان، ونحن نعتبر أنه نحن أم الصابة وأنه هذا الخطاب المؤيد للمقاومة فيما تقوم فيه المقاومة بلبنان فيما تقوم فيه بمجابهة إسرائيل وردعها عن التمادي سواء كان ضد لبنان أو ضد الفلسطينيين، لأنه بالنهاية أي لا سمح الله أي انتكاسي للفلسطيني إضافي للفلسطينيين بفلسطين رح ترتد علينا وبالا، لأنه أساسا يعني بالديموغرافيا ارتدت علينا نص مليون من الإخوة الفلسطينيين موجودين عندنا، واليوم السوريين وإسرائيل بالهوية اليهودية اللي عم تعطيها لنفسها يعني مرشحة كل ما في فلسطينيين موجودين هونيك للتهجير، وحكما أنه ترتد على بلدان الجوار ولبنان بطليعته وهلوم مجارة. نعم، كمسيحيين اليوم كيف تنظرون إلى مواقف البطريرك الراعي مؤخرا؟ الحقيقة أنا شخصيا عم بشعر بشوية إرباك تجاه موقف سيدنا البطرك، يعني عم بياخد مواقف ما بدي فوت أنا بسجال معه يعني، ولكن إنه وقت اللي بيجعل من نفسه إنه الرمز الأول من الانحياز لما يسمى الحياد، إنه نحن مع الحياد، حياد شو بتاع شو؟ طيب السؤال المطروح، هل انه بكركي يعني البطريركية المارونية على تناغم وانسجام مع توجهات البابا رومي، ايه ولا لا؟ اذا كان هو
إذا مش منسجم خلينا نعرف إنه والله نحن رايحين باتجاه مختلف ما عن الاتجاه اللي رسمه البابا فرانسيس. أما إذا كان في تناغم معه علينا إنه نسجل. أولاً الاستراتيجية اللي صار له سنوات عديدة البابا قداسة البابا عم بيقوم فيها لتكريس واقع أبعد ما يكون عن قصة الحيل. حيل مش شو؟ طب إذا اختلفوا اثنين عرب مع بعضهم أوكي نحن ننقع عن نفسنا بهذا الصراع بيناتهم نجرب نوفق بيناتهم، ولكن إذا العرب مهددين وجوديا من إسرائيل نوقف على الحياد كيف يعني؟ نحن ما بنقدر نوقف على الحياد، ما نحن أو طليعة العرب المهددين، هاي وحدة. اثنين، قداسة البابا إجا أرسى في وثيقة صدرت، وثيقة مشتركة صدرت عنه هو والإمام السيستاني بالنجف، ونفس يعني كذلك في وثيقة تم توقيعها بينه وبين شيخ الأزهر بالإمارات العربية المتحدة، واثنينهم هو يعني فين تكريس لتوجه يدعو إلى انخراط المسيحيين في هذا النسيج العربي أو العربي الإسلامي، يعني إعادة تكريس المسيحيين كطرف فاعل اساسي من اطراف الفاعل بالمنطقه. طيب كيف نحن بنجي بنحط حالنا انه بديره الحيان مثل كانه والله نحن بألف خير عايشين بجزيره وما حدا مهدد. يعني هذا الحياد ينعكس سلبا على النسيج الاسلامي المسيحي في لبنان اليوم، والبعض يقول ان المسيحيين يعني يخطئون في القراءه اليوم. ما هو مش المسيحيين، هذا في عندك اطراف عند المسيحيين حكينا. في ناس يعني إذا هؤلاء الأطراف اللي ميزناهم، ولكن البطريركية هي تمثل إيه بس المسيح. البطريركية يعني وظيفتها الأساسية هي إنه ترعى الطائفة ترعى الكنيسة، ما شغلتها إنه هي يعني تجي تنافس القوى السياسية بالدولة السياسية. من هون وقت اللي بدها تجي تبل يعني يكون عندها موقف سياسي بتكون واحد من جملة يعني بتكون طرف من جملة الأطراف. نعم. ما نحن كمان نعتبر حالنا طرف كمجموعة. نحن طرف دائما نمثل، ما بعرف دائما نمثل، بس بكل الحالات في كثير من المسيحيين عموما والمؤرن خصوصا بيفكروا مثلنا، في كثار حجم ما بنعرف. يعني ربما هذه المواقف قد تجمد الجهود باتجاه انتخاب الرئيس الجمهورية أكثر، خصوصا أنه حزب الله اليوم بيتحدث عن أنه بده رئيس يحمي ظهر المقاومة، فيما البعض يصف هذه المقاومة بالإرهاب، وبالتالي هو قال أنه مزعوج من هذه اللغة وهي لغة تصادمية وليست لغة اختلاف سياسي. أولا اللي فهمته أنا انه يعني مش فهمته صار في يعني حركه بهالاسبوع اللي مر هو وغبطه البطرك بعت من يقدم ايضاحات نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وصار في رسائل لحزب الله وتوضحت الصوره وانه نسب للبطرك كلام هو ما قاله، او اذا كان قال كلام معين إجا في ناس مغرضين إجوا اعتبروا إنه هذا المقصود منه النايل من حزب الله بالوقت اللي كان المقصود مختلف تماما. على كل الأحوال أنا شخصيا بعتقد إنه لو كانت لو البطرك قالها وبيقصد فيها حزب الله كانت خطأ فادح، لأنه طبعا نحن يعني حزب الله اللي هو طرف لبناني أساسي وعنده نواب بمجلس النواب وعنده وزراء بالحكومات المتعاقبة من أكثر من عقدين ثلاثة يعني، وبعدين هو طرف فاعل بالحياة السياسية اللبنانية، وفي عندك كل البيانات الوزارية اللي صدرت من سنة أنست لليوم، يعني بعد ما توقفت الحرب اللعينة يعني الداخلية تنسكر ما تنعاد لغاية اليوم، كل هاي البيانات بتجي بتثبت شرعية النضال اللي عم بيقوم فيه حزب الله لرد العدو الإسرائيلي، وإنه عن طريق الاعتراف بحق كل لبناني
الشعب والجيش والمقاومة، إنه حق الشعب اللبناني إنه إذا كانت القوات المسلحة من وضعية تأهلها إنه هي تجابه العدو، أي لبناني من حقه قد بحس بالخطر إنه يحمل السلاح ويجابه، وهذا شيء مشرع. فإذا مين مسمح له؟ يعني ما حدا مسمح له يجي يصنف. يعني تسليح الجيش أولا ومن ثم الحديث عن طبعاً نشر قواته على يا ستي طبعا إنه لكن خلينا نكون صريحين. يعني هلا أنا شخصيا أنا بسام الهاشم بتقولي لي أنت إذا كان بدك تختار بين إنه يكون في حزب الله هو الطرف اللي عم بينهض بمهام مواجهة إسرائيل أو الجيش، إنه لا أنا تفضيلي الأساسي للجيش، إنه هذا الجيش داخلين فيه كل اللبنانيين، وإنه هذا خاضع شو اسمه القواعد المؤسساتية، وإنه مأخوذ ببناء رأي الشعب عن طريق المجالس التمثيلية تبعه مجلس النواب والحكومة إلى آخره. ولكن يا أخي الجيش حطوه وثانيا أنا بسام الهاشم عندي ملء الثقة بعناصر الجيش واحد واحد أو دي ولادنا على مختلف المراتب من أصغر نفر بيناتهم إلى الأيد. أنا ما عندي أي يعني عندي ثقة كاملة هودي ولاد شعبنا مثلهم مثل الشباب تبع المقاومة. طيب السؤال المطروح، هل إنه سمح لهذا الجيش إنه يتجهز بطريقة فعلا جدية إنه تمكنه من ردع إسرائيل إذا إسرائيل بتجي تتعدى علينا؟ لا، ممنوع يتسلح، بيساعدوه الأمريكان، شو فقروا الجيش مثله مثل كل باقي البلد، وبعدين صاروا بيجيبوا له $100 هيك شحادي يعني صحيح. تبعوه بطريقة يعني مهينة إنه هيدي ما يعني هيدي ما بتليق بكرامتنا الوطنية. وبعد ما استمر هيدي السياسة وبدك إنه هذا الجيش اللي الراعي الأكبر لإسرائيل يعني الولايات المتحدة هي اللي عم تجي نشحد منها $100 تنعطيها للعسكري أو الضابط يقدر إنه لأنه أنتوا سرقتوا الناس ونهبتوهم، إنه بنجي نعتمد على الراعي الأكبر لإسرائيل حتى يعطينا إمكانات مساعدات هيك يعمل يساعد الجيش مكنه من الاستمرار. طيب هذا لو هالجيش أنتوا يعني أنتوا اللي عملتوه بحق الجيش أكبر إهانة بحق الوطن. هذا جيش شو كان بيبنى دخليك إذا كان قادر حزب الله اللي هو جزء من الشعب اللبناني إنه يعمل هاي التبديع اللي عم يعملها بالعدو، الجيش كان قصر؟ الفرق إنه الجيش ما أعطي الإمكانات. صح. ومين مانعه؟ هاي المافيا الحاكمة أو الولايات المتحدة واللي وراها مين؟ ما هني أدوات للولايات المتحدة. لك ليكي ما إجا السرقة عين الله وعينك يا تاجر، نهب مدخرات المودعين، ضرب مداخيل الناس إلى معاشات إلى آخره، ضربهم هذا كله سوا عين الله وعينك يا تاجر، وشاهد ما شاف شي حاجة. واللص الأكبر اللي كانوا حاطينه بالواجهة اللي هو جزء منهم يعني رياض سلامة، طيب بتشوفي إنه وقت اللي أين هو رياض سلامة اليوم؟ ربك بيعرف. قال مجهول الإقامة. لو بتصوري قال شو مجهول الإقامة؟ بس بيروح بيجوز ابنه، بيدفن خيه إلى آخره، وبيكونوا هودي أركان الدولة موجودين بالشو اسمه أمنيين وسياسيين يعني موجودين، وما حدا منهم عارف مقر إقامته يعني عيب الشو. طيب تسألي حالك طيب ليه الجواب بيعطي ديفيد هيل، اللي بيعطينا إياه هو ديفيد هيل. شو بيقول ديفيد هيل؟ من سنتين خلص خدمته بالإدارة الأمريكية وإجا على لبنان يعمل زيارة وداعية. مين شاف؟ شاف كم واحد بس، راح تعشى عند شخص. مين؟ عند رياض سلامة. أوكي. شو عم بيقول كي من هون؟ سؤال. هذا زلمتنا وحيدق فيه. ما يعني؟
انه ما في محاسبة. لك ما فيش محاسبة، ما المشكلة انه ليكي يعني لك ما الامور عم بتصير بك. واذا ما في محاسبة يعني حنكمل بنفس ال لا بدها تصير المحاسبة. كيف؟ ليكي ما هو وين؟ امتى بدها تصير المحاسبة؟ ما تقلك تقلك كلمة. اولا نحن شو ليه صاير فينا كل اللي صاير فينا؟ نحن اللي صاير فينا طب عنا أوبة فاسدة هي اللي حاكمة. هاي الأوبة الفاسدة وجاي منخورة الإدارة حاطين بمختلف مواقع الإدارة حاطين ناس مفهوم لمن يدينون بالولاء بالآخر. وما يسمى الدولة العميقة كل سوى معروفة بأي ما يسمى المعسكر الغربي. طب هيدي واضحة، هيدي ما عم نخترع البارود، عم نجي نوصف واقع قايم. ما هيك؟ طيب طيب هاي ال ال سوري فقدت ال فقدت ال شو طب الفكرة. لا لا لحظة لحظة خلينا بس بدي أعلق على هون، بما أنه فتنا بالفساد وفتنا بإصلاح ربما إذا كان ممكن هلأ، وحضرتك عم تقول أنه ممكن يصير ولكن ما بنعرف أيمتى. لا لا أنا اللي كنت بدي أوصل له أي. اللي وصلنا له هو هيدي الواقع اللي فرض على حدودنا الجنوبية سنة 48، يعني بعد 5 سنين بس من حصولنا على الاستقلال فرضت إسرائيل زرعتها، بمجرد زرعة بعتت يعني هجرت أعداد كبيرة من الإخوة الفلسطينيين، زرعوا عنا 130 ألف بيومتها 132 ألف لاجئ وهودي كتروا إلى آخره. عم بحكي أنا عم بوصف واقع، وكل ما حصل بعد ذلك التاريخ من سياسات كانت كلها خلفيتها هاو. والراعي الأكبر الولايات المتحدة وأزرعها بالمنطقة عم تلعب فينا. يعني أنت عم تقول يوم كل شيء عم تعيده لنظرية المؤامرة؟ لا مش مؤامرة. شو؟ بلا أنا عم بقلك المؤامرة الكبرى إنه في عنا طغمة فاسدة حاكمة البلد، هذه ما فيها تستمر إلا بدعم الراعي الأكبر والرعاة الأقل كبرا يعني السنويين بالمنطقة يعني. هؤلاء كلهم موجودين وفي عندهم الخط البياني السياسي معروف شو هو، هو خط الاستراتيجية الأمريكانية. طب من يغطي الفساد اليوم؟ وقت اللي بنوصل إلى ضرب رأس الأفعى هون بالجنوب هذا رح ينتج عنه تبدلات أساسية بالبلد. يعني ضرب إسرائيل؟ إسرائيل نعم. بيمحي الفساد بلبنان؟ لا انتبهي تقلك شو بده يصير. المهم هو الفساد شو بالآخر؟ هو تعبير عن حالة ارتهانية انزرعت واستمرت عن طريق يعني الانتفاع والسمسرات وإلى آخره. وكل هذا تحت العين الساهرة للرعاة الإقليميين والدوليين. طيب وهذا كله محكوم بتوازنات تحرص هذه القوى على المحافظة عليها خدمة لربيب بالمنطقة اللي هو إسرائيل، هذا اللي هو كان إذا بدك رأس الحرب المتقدم كان بالماضي، اليوم بيّن أنه صار عاجز عن الدفاع عن حاله يعني. نعم. بالداخل مين برأيك بغطي الفساد؟ البعض يقول أنه القوي ربما أو اللي معه سلاح هو عم بغطي على الفساد. لك شو بدك بالخبرية هذه؟ لك الفساد في شركة كلها سوى طويلة عريضة كلها داخلي بالتغطية عليه لأنه كلها مستفيدة منه. في ما بدي بلش، إذا بدي بلش عد ما عايش بخلص، وبخاف لأني بلش عد وإنسالي حدا بيصيروا يفكروني أني أنا مغرد. عم بقول لك كل جهاز الحكم يلي وخصوصا الأكثر يعني استمرارا في السيطرة في حكمنا هودي أكثر ناس ضالعين يعني. فإذا فضل أني ما فوت لأنه يعني هاي بتكون مثل واحد عم بيجي تيجهد الفكرة بيطلع مسمي له شخص. لا أنا ما راح أسمي شخص لأنه بالآخر في عندك حتى ناس إجوا حكيوا عنه أنه هودي امرأة القيصر أنه هاي دي فوق الشبهات
تطلع بالاخر بتحفتري شوي هيك بتلاقي انه الفساد ما اشعش وين مكان، يعني وين مكان. طيب اعاده بناء الدوله على اسس اصلاحيه، يعني الاسس هذه الاصلاحيه من اين تبدا؟ لك ستنا الاسس الاصلاحيه اولا في بنيه للدوله، بنيه معتمده للدوله اللبنانيه، بنيه ملتبسه. انه في سؤال مركزي وقت اللي تاسست دوله لبنان الكبير سنه 1920، في سؤال مطروح ضمنا وصراحه من ثم انه نحن شو؟ هل نحن افراد مواطنين ولا طوائف؟ اجى الجواب من الاساس جواب ملتبس انه نحن يا خيي نحن حابين نصير مواطنين مندمجين بهذا الكيان اللي ما كان موجود، يعني لبنان الكبير، ولكن بالبدايه نحن طوائف لانه نحن جايين من تقاليد مختلفه بظل السلطنه العثمانيه، مع اختلاف بين اللي كانوا عايشين بالاماره اماره جبل لبنان واللي تحولت المتصرفيه لاحقا، وبين اللي كانوا عايشين بالولايات العثمانية سواء كان ولاية طرابلس أو ولاية الشام، فصار في تقاليد إدارية وإلى آخره مختلفة عن بعضها، وفي كمان يعني قوانين ناظمة الأحوال الشخصية بشكل أساسي، يعني هاي تقاليد بأنه أعراف وكانت تضمن للطوائف الأقليات حقوق بأنه تعلم أولادها على طريقتها هي، يعني بشرط يعني مراعاة للنظام العام. طيب هاي كل الأمور هاي بسنة 1920 قالوا حتى نطمن الكل بدنا نحول هاي الأعراف اللي كانت قايمة يستفيدوا منها الأقليات غير الإسلامية، يعني المسيحيين واليهود، تصير عامة، يعني تصير كل الطوائف تعامل كلها سوا بنفس القواعد. من هون أقروا لكل طائفة من الطوائف، للسنة وللشيعة وللدروز وللموارنة والكويت إلى آخره، لكل طائفة من الطوائف أنه هذه لها حق يكون في عندها نظام الخاص للأحوال الشخصية، وأقر لها بالحق بأنه يكون في عندها مؤسسات تربوية وتعلم حسب ما هي بترتقي بشرط احترام عدم الإخلال بالنظام العام. طيب عدت يحرن هالحقوق وقالوا أكثر من هيك أنه التماسا للعدل، وقتها كانوا خايفين لانه يعني خصوصا من الجهه الاسلاميه لانه موجودين الفرنسويه هون 1920، يعني بلش الانتداب وبعدين صدر سك الانتداب من عصبه الامم، انه المسلمين كانوا بوجه العموم خايفين لانه يستفيدوا المسيحيين من وجود الفرنسويه حتى يفرضوا دوله لهم، يعني انه يطلع لهم ياكلوا البيضه والتقشيره. فطالبوا بوقتها وهيدي باجتماعات للجنه التاسيسيه اللي لها عهد بوضع الدستور سنه 1926، انه طالبوا انه لا يا اخي لابد من ضمان انه عدم اقصاء حدا بسبب انتمائه لطائفه، انه هذا الشيعي ما هذا السني كذا. المهم انه اتفقوا على هالشغلات. هول شو عملوا؟ انه كل طائفه عندها حقوق، عندها قانون خاص للاحوال الشخصيه، عندها مدارسها، عندها محاكمها. من هون بلش النظام الطائفي، لكن نعم. وعطيهم كمان انه توزيع هذا المنظومه ما يسمى الطائفيه السياسيه بالماده 95. طيب نحن جهزنا البلد هيك بكل هيدي العده المؤسساتيه وقلنا بدنا نصير مواطنين. خي كيف بدنا نصير مواطنين؟ إذا بدك تصير مواطنين لابد من انك تعيد النظر بهالعده كلها سوا. اعاده النظر باتفاق الطائف يعني؟ لا، الطائف في ادوات يعني مهمه. يعني تقول لك بالمختصر، انا عندي كتاب طلعته من 10 اشهر صدر عند احدى دور الناشر هون، حاطط فيه معاني على امتداد دراسي كان بعنوان الطوائفيه والمواطنه في لبنان، يعني انا بسميها طوائفيه مش الطائفيه، وهيدي ظاهره كليه منا جزئيه محصوره بالسياسه.
يعني رح أعطيك معالم الحل اللي أنا وصلت له منها. إنه أولاً ما بنقدر نفكر بإصلاح سياسي بدون ما نفكر بإصلاح وضعية الأحوال الشخصية. بإلغاء طائفية يعني؟ لا لا مش ما عم بحكي أنا عن إلغاء. لا مش عن إلغاء طائفي. مش عم بحكي عن إلغاء. تجاوز. أنا بحكي عن تجاوز. بدنا ناخد نحط كل العملية الإصلاحية بمنظار تغييري. ومطرح ما يقتضي التدرج نعتبر التدرج، مطرح ما يقتضي إحداث قطع مع ما هو قائم. من وين يبدأ هذا بالأحوال الشخصية؟ في بالطائف، في بالطائف تأتي. أنا بقول في خمس خطوط بيمشي عليهم. طبعا قبل كل شيء في المحاسبة. مش راح أحكي عنها إني كتير، لأنه واضح إنه ما بتقدر تعمل شيء في لست الناس. ما شفنا شيء بالمحاسبة. ما عم قلك هودي بدها محاسبة، بس مين بده يعمل المحاسبة؟ بهيك منظومة قضاء كيف ممكن تحكي عن مسار؟ أولا سألنا نحن طوائف ولا مواطنين؟ قلنا نحن بكل أسف طوائف، بس نتأمل نصير مواطنين. خي ما فيك تعمل هاي، في هون هويتين لابد من أحداث فصل بيناتهم. لأنه اليوم شو عم بيصير؟ المواطن مقموع وممنوع من أنه ينوجد بمعزل عن طائفته. أنت إذا بدك تعملي نايب أو وزير أو رئيس جمهورية أو رئيس حكومة، أنت إلك حق تكوني أي شيء من هو إلا من خلال الطائفة اللي أنت مفروض عليك الانتماء إلها. طب يعني أنت تدعو إلى تغيير القانون الانتخابي؟ مش عم بدها. لا قبل كل شيء ما هذا القانون الانتخابي؟ في شيء قبل القانون الانتخابي. في عندك بالطائف في لحظ الانتقال من نظام المجلس الواحد، مجلس النواب الواحد، إلى نظام المجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب. مفروض يكون مجلس الشيوخ يمثل الطوائف، تتمثل فيه الطوائف، ومجلس النواب يعني من حيث المبدأ لازم يكون هذا المجلس. يعني إلغاء الطائفية السياسية بهذا الإطار؟ أنا ما عم بحكي عن، لا انتبهي، هي إلغاء الطائفية السياسية مش عبر إنشاء ستنا مش مجلسين. أنا ما عم بحكي هيك، لكن القصة وقت اللي أنا عم أقول في فصل، وقت اللي بتجي بتقولي الطوائف موجودين وقالوا الحق يتمثلوا صحيح بمجلس الشيوخ، شو عم بتقولي؟ عم تلغي الطائفية السياسية؟ مش عم تلغيها، عم تسعى إلى تدجينة. يعني المدخل إلى هو تدجينة. إنه يا خي طيب أنتوا لا متمسكين بالطائفية السياسية، متمسكين فيها لأنه ما بدنا حدا يبوشق على حدا بداعي من أكتريات عددية وأقليات عددية وإلى آخره. عزيز نحن وأنه بتخوف من أنه تستبدل قواعد متفق عليها بفرض امتيازات لفئات معينة على حساب فئات تانية. هذه المنطق، هذا اللي صار، تبدل التوازنات. طيب نجي منقول هذا مجلس الشيوخ، هذا شغلته انه تتمثل فيه الطوائف، وهذا شو وظيفته؟ هو وظيفته انه يسهر على التوازنات وعلى عدم افتئات اي طائفه على حقوق الطوائف الاخرى، واي تعديل بمس اي معطى من معطيات التوازنات الاساسيه لازم انه يخضع يعني للتشاور، ويكون مجلس الشيوخ هو يعني هو صاحب الصفه وقت بتأمنها. وهون كيف بيتمثلوا؟ قولي بدهم يتمثلوا بالمساواة، المسيحيين والمسلمين بالمساواة. هيك بتكوني جيتي اخلقتي مجلس خاص لتمثيل الطوائف، اعطيتيهم الضمانات انه ما حدا رح يطهمز على حدا، ولكن بنفس الوقت بتكوني اعطيتي فسحة تانية للأفراد المواطنين اللي ما بدهم يكونوا، يا أخي بدهم يكونوا كمواطنين، أنه بقطع النظر عن انتمائهم وطائفتهم. مش دائما أنا بفكر أنه طائفتي شو مصلحة، يا أخي أنا كمواطن في عندي مصالح، عندي ولكن ألا تعتبر أن هذه الطائفية يعني بدها وقت كتير لتلتغى في النفوس أولا؟ ما هي هون لأنه خيارات المواطن عم ترجع تصب بنفس المكان. ما أنا عم قلك هي أول واحد مقابلة شو بتعملي؟ بتعملي مجلس نواب. مجلس النواب هذا مفترض أنه ينتخب على أسس
غير طائفية. بتقولي لي طيب كيف شو هيك هودي بمجرد ما حررتهم صاروا مواطنين يعني طابشين؟ لا، أنا بقول إنه هذا بده مسار. يعني هون في شغلتين بدهن في شغلتين بدهن تغيير. يعني فإذا أول شيء إنه فصل يعني انتقال إلى نظام المجلسين. تاني شغلة بدك تغيري قانون الانتخابات. صحيح. بس قانون الانتخابات بأي معنى؟ إنه القواعد اللي بتصح على انتخاب مجلس الشيوخ غير القواعد اللي بتصح على انتخاب مجلس النواب. إذا أنت بدك تمثلي الطوائف في مجلس الشيوخ، معناته إنه مين بده يمثل طائفة سنية مثلا؟ بده يكون حزب سني. ما بيقدر يكون حزب شيعي بده يمثل السنة مثلا. أو الماروني. بينما نائب الأمة ودائرة واحدة. فإذا عم أقول إنه هذا قانون، يعني في عندك هذا حزب يعني للتمثيل مجلس الشيوخ تبقى الأحزاب الطائفية. بس طبعا بدها ضوابط، وينين ممنوع اللعب على الوتر الطائفي والى اخره. في حتى بأحسن الديمقراطيات في وينين تمنع استغلال العصبيات والى اخره لتأليم الجماعات بعضها على البعض الآخر. وشو بتكون سلطة مقابلها؟ شو لا، بتكون سلطة مجلس الشيوخ؟ يعني مجلس الشيوخ قلت لي شو عنده سلطة؟ يعني اولا قلت لك هو اللي بده يكون يرعى التوازنات الأساسية القائمة بالبلد، إنه ما طائفة تتوسع على حساب طائفة تانية. إذا بدون يعني بضل هو عم بيأثر على نعم، يعني بضل إنه الطائفية هي اللي عم تحكم الواقع. خلينا نكمل السياسة، خلينا نكمل بقية. لا إنه طب ليكي إذا جيتي مثلا بدك تعملي إنماء، طيب هذا الإنماء مش مفروض كل مش كل اللبنانيين يستفيدوا منه؟ طيب افترضي انه حكومة معينة قامت عملت بدها تعمل سياسة إنمائية وقامت دبت كل الإمكانيات بطرابلس فرضا. انا عم بعكي طرابلس ان اكثر مطرح محروم، شو بتكون عملت؟ ما بتكون ميزت. صحيح، مثل اللي عم بيصير اليوم. وين ال طيب ما بتكون ميزة الماء المتوازن يعني. ما بتكون ميزة يعني فريق طائفي معين عن حساب البقية. عشان هيك انا بقول لك مجلس الشيوخ له دور اساسي انه يعني يسهر على حسن الموازنة بين يعني التوزيع على مستوى الوطن. يعني هاي بيكون له دور بالرقابة على الموازنة العامة وقت بيعملوها، لأنه وقت بدك تعملي إنماء في موازنة عامة. طيب كمان دور الرقابة بيعود للحكومة؟ لا، الحكومة مش في بترقب. هذا من أهم صلاحيات مجلس النواب. عفوا، المراقبة والمحاسبة. نعم إيه، لا هي مراقبة ومحاسبة شغلته. هاي الشغلة بدهم يغيروا قوانين الأحوال الشخصية كمان. مجلس الشيوخ له دور يلعبه، يعني انه له دور يلعبه. بدهم يعملوا معاهدات دوليه. طيب في عندك معاهدات، يعني طيب في عندك طائفه معينه بعينها مثلا بتبصد كثير تكون انه معاهده كبيره مقيده مع السعوديه، في عندك طائفه ثانيه لا بتفضل مع ايران، في طائفه ثالثه بتفضل مع فرنسا إلى آخره. من هون بنحكي إنه كل المجالات يلي ممكن تؤدي إلى انعكاسات على العلاقات بين الطوائف بالداخل بيكون له دور مجلس الشيوخ حتى يعمل إنه بونديراسيون هيك، يعني مراعاة التوازنات والحرص على عدم على الحقول دون حصول إخلال. ما هي إذا نوايا كانت موجودة وحقيقية وصادقة باتجاه المصالح العامة مش الشخصية، إن كان في مجلس شيوخ ولا ما في مجلس شيوخ، مفترض نمشي بهذا المسار اللي حضرتك عم تحكي فيه. يعني اليوم لما يجي وقت المحاسبة فلان خط أحمر وفلان خط أحمر تحت عنوان الطائفية. بعدنا ما حكينا إلا بأول عنوان. نحن من قلت لك في خمس خطوط رح أسميهم بسرعة. أولا هذا
يحول العملية حماية التوازنات والتحقق من عدم الإخلال فيها إلى عملية مؤسسة قايمة إنه مبني في مؤسسة تشريعية أساسية هي مجلس الشيوخ، هي المولجة هالمهمة هاي. مقابلها شوفي، مقابلها في مجلس نواب، مجلس نواب مفروض يمثل المواطنين يعني عبر بطريقة عبر الطوائف، هيديك يراعى فيها تمثيل الطوائف بمجلس النواب لا يراعى هذا. ولكن كيف بدنا نضمن انه هؤلاء فعلا رح يشتغلوا بمنحة مواطني مش منحة طائفي؟ هون لابد من تعديل قانون الانتخابات. انتبهي، قبل قانون الانتخابات لابد من قانون الاحزاب. قلنا بالنسبة لانتخاب ممثلين الطوائف في مجلس الشيوخ الأحزاب الطائفية، بس هاي نفس الأحزاب هاي لا يجوز أنه تكون هي اللي بدها تبعث ناس ترشحهم حتى يصيروا نواب ويمثلوا المواطنين مجلس النواب. كيف ممكن واحد يكون بنفس الوقت ممثل طائفي وممثل لأفراد عبرين للطوائف؟ لابد من يعني تعديل قانون الأحزاب بلبنان بشكل أنه يصير في تمييز بين الأحزاب اللي بتشتغل على التمثيل في مجلس الشيوخ والأحزاب اللي بتشتغل على التمثيل في مجلس النواب. من الشروط مثلا اللي مفروض تفرض على الأحزاب اللي بده يكون إلى تمثيل بمجلس النواب هي انه يكون في عندها كوتا معينه من كل الطوائف. اوكي، اذا ما اجوا اثبتوا انه هن قادرين على لانه كيف بيعملوا على اساس البرامج السياسيه؟ اذا مش قادر الحزب بيعيد تكوين حاله بطريقه انه يضم ناس من كل الطوائف، طيب كيف هذا بده يشتغل كل طيب المواطنين؟ اسمح لي هلا مضطرين ناخذ بريك ونعود لمتابعه حلقه. تفضل. أهلا بكم من جديد، نستكمل حوارنا مع الباحث والناشط السياسي بسام الهاشم. أهلا وسهلا فيك معنا من جديد. شو رأيك بحركة النائب جبران باسيل وهذه يعني بادرة حسن النوايا والانفتاح على الفرقاء؟ إنه معناتها خلاص بقاش رح نحكي عن باقي العناوين اللي كنا جاوبنا هذا السؤال هلا بنرجعون. يعني أنا الحقيقة بفضل ما أحكي أو ما بدك تحكي بهذا ما بدي أحكي عنه هو لأنه طب حركة التيار باعتماد هيدي أنا السياسة الحقيقة أنا تركت التيار، أنا كنت من مؤسسي التيار الوطني وبسنة 2018 تركته معترض اعتراض مبدئي على الطريقة اللي أدار فيها العمليات جبران باسيل وخصوصا تعدى حقوقي، منع تطبيق النظام الداخلي، هيك كانوا في عملية مصادرة. فبفضل انه اليوم كل شيء له علاقة فيه بفضل ما احكي فيه. طب اداء التيار الوطني الحر كيف تشوفه شيء؟ يعني لو كنت انت هلا بالتيار شو السياسة اللي كنت اعتمد؟ لا انه انا الحقيقة انا كنت مبسوط كثير وقت اللي كنت بالتيار. اولا انا كنت باول 5 سنين من عمره كحزب يعني مسؤول التثقيف السياسي يعني، وال5 سنين اللي بعد منها اجيت كنت مسؤول او بقيت بالاحرى لغايه ما فليت منه بسنه 2018، كنت مسؤول العلاقات مع الاحزاب الوطنيه اللبنانيه يعني انه حزب الله واحزاب محور المقاومه. انا كنت مبسوط بهالتجربه، انا كنت بالاساس من العاملين في سبيل التقريب بين الحزبين، انا كنت شايفه انه هذا هيدي من الضرورات الوطنية يعني. وكتير فرحت انه توصل التيار يعني توصل عماد عون بسنة 2006 توصل الى هذا الوثيقة، وثيقة الاتفاق يعني بين الحزبين. ولكن وشيء كتير منيح يعني هذا انبنى عليه مواقف للتاريخ هذه يعني لا تنسى يعني موقف العماد عون بحرب تموز
والانعكاسات اللي كانت على مستوى البلد، انه رغم الاخطار يعني المترتبه على العدوان الاسرائيلي ب 12 تموز خلق ارتياح بالداخل، انه الناس كلها اعتبرت حالها انه معنيه وفتحوا بيوتهم وقلوبهم واستقبلوا اخوتنا اهل الجنوب اللي تركوا، لانه في ناس ما تركوا بالبيوت هون بكل المناطق، وخلق هالشيء هذا كان له دور منيح بفتح القلوب على بعضها وفتح المناطق على بعضها. في اعقاب سنين كانت الحرب الاهليه الظالمه، يعني اليوم تسكرت القلوب؟ لا لا بالعكس، هي اللي فشل. لا لا بالعكس، اللي يعني انا اللي كنت دائما اسف له انه هالتجربه بقيت على مستوى القيادتين، انه الجنرال عون والسيد حسن. طيب مره هيدي قبل شي سنتين من فلتي من هونيك، يعني قلت انا كنت عم بحكي مع نائب الرئيس لانه كانوا متبعيني المكتب، نقول الصحناوي يعني عم بيذكر هذا هي وقائع، يعني انه وصلت المطرح يعني طيب انا ممثل التيار بلقاء الاحزاب. طيب يا عمي في مره عم نطرح الصوت لشي تحرك هيك، ولو وقفه رمزيه بحديقه جبران خيل جبران للتعبير عن موقف، ما فيش مره بنلاقي حدا من التيار بيجي يتظاهر معنا، يوقف الوقف التضامنيه بالوقت اللي بنقول حزب الله وامل والقومي والى اخره كلهم بيجوا. طيب فلذلك انا جيت طرحت بلشت يعني بلور مبادره، انه انا قلت طيب هاي الحاله محكومه لا بانه تكون محدوده، طيب بعد عمر طويل بعد الجنرال والسيد طيب شو بيصير بهاي العلاقه؟ انا قلت اذا بقيت هيك رح تفرض ما رح يطلع منها شيء. ولذلك كنت انا عم بطرح فكره انه فتح اقنيه للتفاعل، اقنيه جواد الحزب للتفاعل، خلق اطر للحوار، نجيب فيها ناس يروحوا بالاتجاهين، ناس من التيار يروحوا ياخذوا يعطوا مع حزب الله، ناس بالحزب الله يجوا يتفاعلوا مع الشبيبه والصبايا بالتيار، يعني تنفتح اقنيه للقيام باعمال تفاعليه وانشطه مشتركه. بس بفتره ما كانت ما كانت موجوده، لا ابدا صارت بوقت اللي نزلنا اعتصمنا بساحه الشهداء نعم سنه ونص ايه، وقتها صار في يعني فتح شو اسمه صالونات الاخذ والعطاء ندوات الى اخره صارت وكانت رائعه جدا، بس بمجرد ما انه انسحبت الاحزاب من هونيك خلصت العمليه. فانا اللي بعتقده انه هذا الحرام يعني انه يكون هالاتفاق وسيله التفاهم انه تكون هيك تبهدلت، هذا صارت بهدله، بيقولوا لك انه ما صبت يعني في شكوى بسمعها يعني بالتيار انه ما عجبهم اخل حزب الله بوسيله التفاهم، بس ولا مره شفت انه حدا عمل مراجعه او في شيء مجلس بقلب التيار، المجلس الوطني ما بعرف انا يعني اليوم مطلوب مراجعه عمل عمليه تقييم يا اخي شو هذا لاعاده احياء هذا التفاهم، ما عم بحكي عن احياء ويمكن ما بقى الدنيا بس على القليل يقيموه كملوا قولوا لنا وين الغلط للاستفاده من التجربه شو اللي صار انه طب هيك بنطمروا لانه والله في فلان رئيس الحزب عنده مصالح تانية يلاقي حاله انه لا افضل يكون باجر بالبور واجر بالفلاح، يعني برايك طمرت وثيقه التفاهم؟ ما بعرف مبين كانه مش موجود، ولكن يعني بعد في قنوات مفتوحه يعني في قنوات لانه ما حدا لكن ما في عائل بيعتبر انه بيوصل القناعه انه والله عنده مصلحه انه يفرط العلاقه مع انه بين الحزبين، ما في لا عائل ولا انسان عنده فعلا حس وطني انه بيقول واحد وصل العلاقه من هالنوع بين التيار كان عابر للطوي بطل بكل اسف بطل وما بقى يذكروا، لكن بدك دليل حتى ما بقى يذكروا ميساء التيار.
نحن عملنا ما يسمى ميساء التيار. اقروه مين عم بيشير له اليوم؟ ما بدي احكي عن اختي، ما بدي احكي عن طيب. لانه هيدي نصوص اساسيه. طيب هيدي كانت ملزمه لنا وكلنا تعبنا عليها حتى صح. عملناها بالبرناها. طيب كيف بصير تخلي عنها؟ هيدي بدها مراجعه، هي بدها تقييم، وبدنا وبده واحد مفروض انه يقيم ممارساته الحاليه في ضوء هيدي النصوص كمان. يعني يقيم النصوص في ضوء الممارسة ويقيم الممارسات في ضوء النصوص. برأيك دكتور يعني هذا الأداء السياسي للأحزاب واللي حكيت عنه، تفضلت حضرتك حكيت إن كان التيار الوطني الحر وغيره من الأحزاب، هل هو ينعكس على مستقبل البلد السياسي وبالتالي طبعا. المؤسسات طبعا. شو إنه لكن اليوم هاي بيعجبوني، لكن أنا مروني خلقان مروني وبعتز بأصولي، انتبه ما عندي مشكلة. بس أختي مين يلي معرقة الانتخاب رئيس جمهورية ماروني اليوم؟ مش زعم المواطنين؟ لو اتفقوا كان صار عنا رئيس؟ لك ما يتفقوا. لك يا أختي ما يتفقوا يا عمي. طيب عندك واحد بيقول أنا ما بفوت بحوار، والتاني كمان ما بده يفوت بحوار، التالت بلش هقني من بعد ما عينا فترة هلني قال لا منحاور بطريقة معينة. كلها عم بيزيركوا بعضهم انه بالنهايه وما بدهم، وبدهم انه فلان سليمان فرنجي يطير. ليه؟ لانه هذا من يفرضوا حزب الله وامل. يا خيي هذا الزلمه هو مرشح، وين حابين يأيدوه؟ وين مشكلتكم؟ انه قصه شخصيه ولا قصه مشروع؟ شو بدكم اياه من الدوله؟ انت يا فلان الفلاني، انت يا رئيس التيار الوطني، شو بدك من من رئيس الجمهورية المقبل؟ شو المطلوب منه؟ مكتسبات سياسية. شو المفروض يعمله؟ أي سياسي تجاه تجاه سوريا، أي سياسي تجاه إسرائيل، أي سياسي تجاه قصة الفساد ومحاربة الفساد، بالنسبة للإصلاح وضعيته من اتفاق الطائف إلى آخره. طيب كيف بدها تتكون السلطة؟ مين رئيس الحكومة؟ مين كيف؟ طيب تعالوا يعني اتفقوا. طب تعالوا اتفقوا على هوا يا خيي، تعالوا اتفقوا اعملوا باكج ديل. طب معقول بركي بيركب برنامج انتخابي او مشروع، بركي بيركب مشروع وبيمشوا فيه يعني في حال اجتمعوا. طبعا هي اللي عم نحكي عنه، انه والا رح نضل هيك. صار ماضي سنه وثمان اشهر وبعد بيمضي قدن عمرتين وثلاثه، اذا بقيت نفس الذهنيه متحكمه بطريقه التعاطي يعني ما بيصير هيك. وما حدا يلوم حدا. بتقول لي انه حزب الله جاي حاطط شرط بده زلمته انه بخيي تعتقل لك. حزب الله عنده، انا ماني محامي دفاع عن حزب الله، بس انا بدي احكم بالحق، هاي شهادة حق. بسنة 2006 بحرب تموز حزب الله فات بمواجهة مصيرية فرضت عليه، يعني في عدوان اسرائيلي اجى وهدد البلد وحزب الله والى اخره. طلعوا جدعان الشباب، هالشباب تبع حزب الله فرفكوا من خير اسرائيل بالوحل. طيب بعد 20 يوم فهموا الاسرائيليين وخلاص، يعني وقتها كان في شوية عقل، اليوم غير عن هذا. واليوم كل الجهود الدبلوماسية وين عم بتصب؟ وين عم تصب كل الجهود الدبلوماسية الحاصلة باتجاه لبنان؟ وين عم بتصب؟ شو من نتائج الجهود الدبلوماسية؟ ما في شيء، ما في شيء. يعني انه اعلاني انه الجهود الدبلوماسية شو عم بيعملوا؟ انه اولا وحدا يفكر يجي ربحنا جبيله انه حافظين انه من عين اسرائيل تجتاحنا، هذا لانه هن رافعين السماء عنا بكفهم. مين وصحيح. اللي منع اسرائيل؟ حزب الله. كيف؟ بقوته. بفتح جبهه المسانده يعني؟ اولا جبهه المسانده اولا اللي عمله حزب الله اول طلقه اطلاقها هي بالمنطقه اللبنانيه المحتله اللي مشموله ب يعني بالقرار دو انه بقيت هيدي مباح عمليه انه استعمال السلاح فيها يعني في سبيل التحرير. بس مين وسع البكار؟ اسرائيل. اكيد. طيب تجاه توسيع البكار، ايه نحن. وبعدين تعال خبري انه حزب الله اجى
بس اليوم اذا توسع البكار اكثر من هيك مين مسؤول؟ ليش بده يتوسع؟ ما حيتوسع. نحن ما بدنا نوسع. ما في حرب. نحن ما بدنا نوسع. بس واسرائيل الهيئه انه فهمت الدرس انه مش من مصلحتها توسع لانه تنفك رقبتها مره ثانيه، صحيح بتدمر اسرائيل، لكن اكيد بتدمر، عندها وسائل وبتبعث لها امريكا انابل بالمقابل 2000 رطل والى اخره. بس لك يا شو هذا الهدهد، يعني هي الاستكشاف لكل شيء في مواقع، بينوا لنا منطقه حيفا والجليل الاعلى والاوطى والى اخره. بعد في حلقه ثانيه وثالثه. بس تقلك ما بنبلشوا اول مسيره طيروها فوق الاراضي المحتله كان اسمها ايوب، بتتذكريها؟ صحيح. لوين وصلت؟ وصلت لديمونا وصورت المفاعل تبع ديمونا. اوكي. لهون يعني بدي اعتذر منك، لهون خلص وقتنا للاسف. ماشي الحال. الباحث والناشط السياسي بسام الهاشم، شكرا لك على هذه القراءة، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.